كان تكريم المركز الأول للبطولة للنادي الأهلي بقيادة كابتن الفريق عبد الله عبد السلام. للأندية الرجالية لذا نرجو من الدكتور الهادي ناصر الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والدكتور محمد الدمياطي نائبا عن وزير الشباب والرياضة أن يتفضلوا. كابتن محمود الخطيب يتقدم مع السيد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي إلى جوار الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بتسليم جائزة المركز الأول الميدالية الذهبية للمايسترو عبد الله عبد السلام. يتقدم في البداية احمد صلاح وابنائه صلاح نبروا النادي الاهلي تحت فريق في فريق 15 سنة. حسام يوسف عبد الله دكتور حسام يوندر جارسيا الليبرو الكوبي وابنته والفتى الطائر افضل لاعب في البطولة احمد سعيد شفيق وابنه محمد عادل سلامة اللي حصل على افضل سنتر بلوك في البطولة عبد الرحمن الحسيني لاعب مركز اربعة لويجي رانداتسو المحترف الايطالي عبد الرحمن السعودي سنتر بلوك النادي الاهلي محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي احمد عزب الشرباجي احد تدعيمات صفوف النادي الاهلي في هذا العام لاعب مركز اربعة محمد جمال عصران لاعب مركز اثنين واللي كان بديل في هذه البطولة لأحمد صلاح أحمد قطب لاعب مركز اثنين محمد عبد المحسن سليمان اللي كان بيلعب وهو مصاب سنتر بلوك النادي الأهلي كابتن محمد مصالح ميدو مدير فني النادي الأهلي لواء خالد أبو زينة مدير إداري النادي الأهلي كابتن تامر مجدي تايجر مدرب عام النادي الأهلي كابتن محمود جمعة المدرب المساعد دكتور الحسن عبد المجيد مخطط الأحمال
في النادي الاهلي كابتن ناصر حمدي حكم مرافق للنادي الاهلي في هذه البطوله. كابتن احمد سعيد محلل الاداء سكاوتنج والدينامو. دكتور سامح ظلام احمد رشاد فني الملاعب للنادي الاهلي. دكتور سامح ظلام دكتور التأهيل النادي الاهلي. والان جاءت لحظة استلام كأس البطولة صورة تذكارية تجمع البطل مع الاتحاد العربي للكرة الطائرة رقم 41 بالبطولة الثامنة للأهلي كأعلى الأندية حصولا وأكثر الأندية حصولا على البطولة في تاريخ البطولة منذ عام 1978 لما كانت البطولة في ليبيا وفاز بها الترسانة الليبي. حتى آخر بطولة حصل عليها هو النادي الأهلي المصري في عام 2023 على يد النادي الأهلي المصري. عبدالله عبد السلام. والآن كأس البطولة يرفع ما بين عبد الله عبد السلام قائد وكابتن النادي الأهلي والدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي، المهندس ياسر عمر رئيس الاتحاد المصري ونائب الاتحاد العربي، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي حصوله على البطولة الثامنة في تاريخه. مبروك لكل اللاعبين، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للجمهور، مبروك لكل من تابع هذا اللقاء، وشكرا شكر خاص لكل من ساهم وساعد في إخراج هذه اللحظة الجميلة من كل الاتجاهات، سواء الاتحاد العربي، الاتحاد المصري، خلية النحل اللي بتعمل ليل نهار من أجل إظهار صورة مشرفة للأندية العربية والمقامة في أرض الكنانة أرض مصر، وصورة تذكارية للبطل مع كأس البطولة العربية رقم 41 والبطولة الثامنة للنادي الأهلي في تاريخه. ها هو قد سعدنا بلقائكم في هذا اللقاء، لا يتبقى لنا إلا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولحظات نعيش بها مع جمهور النادي الأهلي في الاحتفال بكأس البطولة.